وصلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ومن العايدين الفايزين. الان جني او شيل الزعفران، هذا مكان الزعفران العام الموسم اللي راح. الان خليناهم يجمعون ويصفون هناك ويحطونه عاد بالمنطقه معتدله، لا حاره ولا بارده، يعني بالعكس البراده زين الى 23 درجه 25 27 كيف، يعني ما يصير في رطوبه، اهم شيء نفس حفظ الثوم باذن الله تعالى. بنخليهم يجمعون لعل نصور لكم، لا خلصوا يجمعون اللي بالموقع ده بسيط. بس السنه هذه طلعنا 500 جرام لها الحمد، بتوفيق من الله، ونبي نشتغل عاد الموسم القادم باذن الله، باذن المولى عز وجل شغل باذن الله تعالى. اسال الله يفتح البركه. يعني ها شفتوا هذه مبتسله شوي، هذه بصله واحده حطيناها، هذه الام وهذول كلهن انتاج. احنا بالخيار نخليهن او نخلي للموسم القادم، احنا نبي نقلعهن طبعا عشان الشمس ما تضرهن بعد، ولا غوطناهن، وهذه كانت غلطه لنا. احنا المفروض ان منزلين، لو احنا مغوطينهن زياده كان ما احتاجنا لاننا نشيلهن، خلاص نخليهن، لكن احنا ما غوطناهن عشان ما تضرهن الشمس. بس كميات الصراحة ضخمة جدا، لعلي اصورها لكم. لا خلصت، هذا جزء بسيط من الربلة اللي احنا نجمع من عندنا من المشتل، ما بعد يبست مرة وهي به بدور. هذا البلوبل ما بعد استوى، يبي وقفنا عنه هالمامس. البلوبل زهرة عاسلة من الدرجة الأولى، يزورها النحل، شوفوا ما شاء الله بدوره، بس توه ما بعد استوت، وزهرة مرغوبة جدا جدا للنحل بحبوب اللقاح، وجميلة الشكل. خلاص كل وقت ما يستحي من وقته، قضينا انتهت. تذكرون الجنة انتهت، شوفوا شوفوا الله انه يسلم وقت الله العظيم. شوفوا شوفوا هذا الترمس، تذكرونه يوم زرعناه، شوفوا الحين كبر ثمرته، والله انه شوفوا ثمرته ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ثمرته. هذا الترمس اللي يوكل طبعا. خلاص نبدا الان، طبعا جمعنا، شوفوا الترمس ما شاء الله، طبعا جمعنا الان انه بذور كثيره جدا من الترمس ومن غيره، هذا الترمس ومن الفسيليا ومن كل الانواع، ولله الحمد كل انواع القحوان وانواع انواع شو اسمه النباتات المزهره للنحل ما شاء الله تبارك الله. خلاص البيت بيشال والبيت بيشال، خلاص ما بقي شيء. طبعا كل المنطقه دي تجي الشمس تحرقه، ما يبقى اي شيء، يصير ما في شيء فاضي، ومن تصير مرة تراب زي هذا بوجه العدو، شوفونه تصير كله زي هذا. الموسم القادم نشغل فقط لا غير، نشغل ويطلع هالنباتات هذه وأجمل وأجمل، بالعكس لازم إننا نخفف منه ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد، تبارك الله لا إله إلا الله، يا ربي تطرح البركة، يا ربي تطرح البركة. هذه حول تقريبا فوق 200 إلى 300 ألف غضاء، فقط غضاء، الله يطرح البركة. هذا البيت المحمي كان مسكر مع الجهة ذيك ومسكر مع الجهة ذي، اليوم قصيناه، يوم احنا يوم البراد وحنا مسكرينه، لكن هالحين حر قصيناه. طبعا مزروع عدة أصناف برية، شوفوا هذه من أنواع الحمض، شوفونه اسمها المج، ألف لام ميم جيم، المج كله ولله الحمد طالعه وبقوة. هذه علفية أو رعوية اسمها المج، قريبة من الرمث شكله، من نباتاتنا المحلية الأصيلة ما شاء الله تبارك الله. هذه الطربة هم قلاص، طبعا زارعين احنا أقل من نص سطر أقل، وما شاء الله تبارك الله جابت أكثر من 6 7 8 سطول الحين، تونا يعني ما باقي انا باقي النص.